هادي ماما، انت عرفت بالقرار اللي اخده خيك؟ كنت معه، طلبني خي على الاجتماع. يعني انت ما عندك مشكلة، موافق؟ يا ماما، انه ليش خيك بده يترك الشركة هلأ بعد هيدا العمر كله؟ وشو بده يعمل هلأ بعد؟ ماما دخيلك، مو المعروف، احكي معه بلكي بتقنعه وبرجع عن قراره. بليز ماما، انه الواحد يكون عاقل مش يعني انه يقول للناس شو لازم تعمل وكيف. كنت مفكر انك بطلتي تتدخلي وتقرري عن الكل، على أساس كنت ناوي تعيشي حياتك الخاصة وبس. فهمت، إذا أنا بخاف عليكم ممنوع؟ إذا عم شوفكن عم تغلطوا وعبدلكن على غلطكن كمان ممنوع؟ لا مش ممنوع، بس تركينا نوعا لنتعلم من غلطنا، ما بقى تجربي تعملي إشياء تجرحينا فيها وإنت مفكرة إنك عم تحمينا. مثلا مثل ما جربتي تبعدي ماتيلدا عن البيت. شو خص هلأ هيدا الموضوع فينا؟ ماما ما تعملي هيك. ماتيلد قالت إنها استقالت، بس أنا بعرف يلي صار. صار علاقتكن كتير قوية لحتى عم بتدافع عنا بهالشراسة هيدي، يعني عم تتقربوا من بعض قدام عيوننا ونحن ما معنا خبر. ما معك خبر لحتى ما خليكي تزعلي، ما معك خبر لحتى أتأكد من حالي بالأول، ما معك خبر لأنه بكل بساطة بعرف ردة الفعل اللي أنت رح تعمليها. أنا ما عندي طاقة أحكي بهيدا الموضوع هلأ أبداً. أنا ما بدي أمنعك إنك تعيش هير وتشوف بنات وتتعرف على بنات، بس هيدي البنت ما لك مستقبل معها. مش عم صدق كيف بعدك عم تحكمي على الناس بهالطريقة. مش أنت ضحية موقف بيك؟ مش يمكن لو بيك ما وقف بطريقك كانت حياتك أحلى؟ حوجت سافر على آخر الدنيا ليأسس حياته ويتمسك بقراره. ليز ماما، بكفي. أنا ربح بكون إلكن من هيدي الحياة اللي أنا كنت ضحيتها. هيدا مش حلو؟ ما كل شيء له ثمن بهالحياة. كوني على ثقة، لو انك جبتي ولاد من عادل كنتي حبيتيهم عقد ما حبيتينا واكثر، لانه كنتي جبتيهم نتيجة حب. وبخصوص ماتيلد ما رح نحكي ونتجادل بهيدا الموضوع بعد، لانه كتير بكير، بس انا رح اخذ القرار بهيدا الموضوع لانه قرار بخص مستقبلي، وما رح نرجع نعيد هيدا الفيلم بهيدا البيت مره ثانيه.